اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين. بطولة المرحوم محمد العصفور، اليوم البطولة اعتقد على وشك النهاية. اليوم قبل النهائي راح تكون مبارتين، المبارتين ها راح تكون جميلة، يعني وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وعدة وزارات راح تكون مشاركة بهذه البطولة، لكن مدة البطولة قصير. لكن اليوم قبل النهائي راح نستمتع بالمبارتين الموجودات داخل هذه البطولة المرحوم محمد العصفور، نرجع ناخذ هذه اللقاءات ونرجع نكمل حديثنا معاكم بهذه البطولة المرحوم محمد العصفور. في خامس أيام بطولة المرحوم محمد العصفور الرمضانية الرابعة لكرة الصالات، شهد صراعا على بطاقات التأهل بين الفرق الأبطال المتأهلة لدور الأربعة، وهم وزارة العدل ووزارة الدفاع وفريقي وزارة المالية ووزارة الداخلية، حيث تقام المباراة الأولى في تمام الساعة الرابعة عصرا، والمباراة الثانية تقام في 44 دقيقة. هذا وسوف يقفل ستار البطولة في يوم الأحد 7 من رمضان، والفائز سيعتلي منصة التتويج ويحصل على الجائزة المرصودة من اللجنة المنظمة. وانتهت المباراة الأولى بين وزارة العدل ووزارة الدفاع بالتعادل السلبي، وكان الضغط لوزارة العدل طوال المباراة، ولكن بضربات الحظ فاز فريق وزارة الدفاع بالضربات الترجيحية بنتيجة 4-3. وإحقاقا للعدل، كان فريق الدفاع اسما على مسمى، حيث تميز بالإقفال وامتلك لاعبين يتمتعون بالخبرة العالية في الأداء. وفي المباراة الثانية فاز فريق وزارة الداخلية على فريق وزارة المالية بنتيجة 4-1. سجل للداخلية كل من سرنجاري حامل رقم 6 ويوسف الخليفة حامل رقم 11، وفرانكلين دوغلاس سجل هدفين صاحب رقم 6، وسجل لوزارة المالية كالفان حامل الرقم 42. هذا وسوف يقابل فريق وزارة الداخلية في النهائي فريق وزارة الدفاع، وسوف تقام مباراة استعراضية قبل المباراة النهائية تجمع لاعبين قدامى من التطبيق ولاعبي قدامى الداخلية. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع ضيف جديد من بطوله المرحوم محمد العصفور، لكن ضيفنا اليوم مدرب وزاره العدل كابتن سالم الصميعي. مساك الله بالخير ومبارك عليك ما تبقى من الشهر، واليوم قبل النهائي كابتن سالم، جاهزيه فريقك وهل فريقك جاهز لوزاره الدفاع؟ مساك الله بالنور والسرور يا ابو جوهر. اليوم مثل ما انتم عارفين اليوم قبل الاخير للدوره، اليوم شفنا طول ايام الدوره الأيام اللي طافت كان في ندية وإثارة، كان في فرق على مستوى عالي، الحمد لله قدرنا أن نوصل لهالدور، وأنا واثق بربعي إن شاء الله، إن شاء الله اليوم نحقق الفوز وانتهى النهائي باكر. اليوم فريق الدفاع فريق جدا كبير، فريق يضم لاعبين من دوري كويت الصالات ومحترفين من دوري الكويت الصالات، ولاعبين محليين لهم يعني دور بارز بدوري وزارات في السنين اللي طافت، وزارة الدفاع دوري وزارات يعتبر من الفرق القويه والفرق اللي قاعد تحقق مراكز اولى. اليوم نطمح احنا كوزاره العدل باول مشاركه بدوره المرحوم محمد العصفور ان نقدم مستوى يليق باسم الوزاره ويليق باسامي اللاعبين الموجودين، وربك يوفق. في اضافات حطيتها على الفريق؟ والله الاضافات اخونا ناصر قلاف لاعب النادي العربي ومحترف برازيلي اخر، ان شاء الله نقدر على قولتهم نقدم مستوى اللي يليق بالفريق. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع ضيف جديد من بطولة محمد العصفور،
مدرب وزارة الدفاع الله يعطيه العافية مبارك الحسيني، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وتقبل طاعتكم، وما أعتقد أني أنا ضيف جديد مشعل. اليوم عندنا قبل النهائي وإن شاء الله يعني مباراة صعبة، خصوصا إحنا عندنا إصابتين، عندنا لاعب عنده حالة وفاة، بس إن شاء الله اللي موجودين قد وقدود، وإحنا أهم شيء إنه شاركنا البطولة استانسنا، ويعني الأجواء صراحة الأمانة يعني حتى أمس أنا ما عندي مباراة حضرت من كثر ما الأجواء حلوة. إحنا تعودنا وزارة الدفاع كلها بالمراكز الأولى. والله هذا طبيعي اللي عندنا، بس للأسف اليوم الظروف شوي صعبة، ونتمنى أن الله يوفقنا ونتأهل اليوم. أنت قدها وتعودنا عليك كابتن مبارك، أنت كمدرب ناجح بكل المقاييس. الله يجزاك خير، ما قصرت، دعواتكم. نروح فاصل أعزائي المشاهدين مع ضيف جديد بطولة محمد العصفور، نرجع. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع ضيف، يعني الضيف يا جماعه يعني شهادتي فيه مجروحه وقواه الله والله يعطيه العافيه على بطوله يعني المرحوم محمد العصفور. البطوله هذه الغاليه على جميع الرياضيين والعالم كله مستانس اليوم، لان البطوله صارت بالصالات. ارحب باخوي جاسم محمد العصفور، قواك الله والله يعطيكم العافيه. هالبطوله الجميله اللي مرت احنا نقول مرور سريع، يعني حتى اليوم هو اليوم الخامس، وقبل النهائي اليوم نبي نعرف اليوم قبل النهائي شنو جهزتوا له، شنو اللي قاعد نشوف الفرق اللي موجوده، وزاره العدل، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه مع وزاره الماليه، ما حد كان يتوقع الوصول هذه الوزارات، يعني نقول وزارات لا شركات ولا بنوك. التحيات بعد، يعطيكم العافيه ومشكورين على حضوركم وتغطيتكم البطوله كامله، مشكورين وزاره الاعلام على هذه التغطيه. الحمد لله البطوله مشت والفرق اللي موجودين يعني كانت فيها فرق اللي هم البنوك وكانوا عند الهيئات وعندنا الوزارات، اللي وصل قبل النهايه كل الوزارات والوزارات الكبيره اللي كانوا موجودين اللي هم الدفاع والداخليه والماليه والعدل. واليوم يبين عندنا منو باكر ان شاء الله بالنهائي، وان شاء الله الفرق كل مالهم قاعد يزيدون قوه، والحين مع المحترفين اللي موجودين عندهم والمباريات كلها في منافسه بينهم، وان شاء الله باكر استعداداتنا ان المباراه النهائيه اول شيء. قبل اروح الاستعداد كابتن محمد، انا سمعت من بعض الفرق اللي اليوم موجوده ما خلونا نسجل لاعبين جدد وعندنا اصابات وعندنا، نبي نعرف اللائحه عشان اعزائي المشاهدين يعرفون ليش ما اعطيتوهم مجال انه يسجلون اللي قبل النهائي اللي هو اللي راح يكون النهائي باكر. صح، احنا عندنا اللائحة كانت واضحة من قبل بداية البطولة ان كل فريق بالدور ال 16 تقدر تسجل اللاعبين، اللي عندك بالسكور 10 لاعبين، تبي تسجل 5 او 6 لاعبين او 7 لاعبين على راحتك. قبل مباراتك الثمانية قبل لا تنزل الملعب لازم تسكر سكورك، اذا بقى عندك لاعب ولا لاعبين ما تجيب دور قبل النهائي والنهائي، تدري انت الخلافات اللي تصير بالفرق ان دخلنا فلان وفلان، فاللاعب المصاب عندك مبين من المباراة الثالثة ما نقدر ندخلك بعد الدور اللي قبله، فهذه اللائحة كانت واضحة. بس كانوا في فريقين عندنا اللي كانت عندهم هذه المشكله. صحيح. حتى لو جايب تقرير طبي او اللاعبين الموجودين انت اي مشيت على اللائحه وبالسكور عندك انت 10 لاعبين، يعني بالملعب 4 لاعبين، فاساسا تقدر تدخل 2 او 3 اللي موجودين برا بالاحتياط، وهذه الفكره من البطوله. والله هذا شيء جميل، يعني انتم عطيتوا اللائحه لدور ال 16 وهذا قرار موجود من بدايه البطوله. سمعتوا اعزائي المشاهدين عشان لا احد يقول لكم والله خسرنا وراحت علينا مباراه ما دخلوا اللاعبين. أستاذ جاسم وضح لكم مدير البطولة وهو وضح كل شيء قدامكم. بالغد أخوي جاسم شنو اللي راح يكون موجود للجمهور وللفريقين اللي راح يوصلون النهائي؟ إن شاء الله باكر أول شيء قبل أن نتكلم عن التتويج والجوائز اللي راح يكونون، إن شاء الله باكر دعوة حق الجماهير الرياضية، المباريات راح تكون وايد قوية. أول شيء راح تكون مباراة استعراضية بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للتطبيقي، هذه فكرة جديدة احنا مسوينها بالبطولة ان نحيي ذكرى اللاعبين القدامى اللي موجودين بالمؤسستين، يعني عشان نغششكم شوي باللاعبين اللي موجودين بهيئة العامة التطبيقي عندهم لاعب القادسية عبيد الشمري، وهذا من زمان مبطل لعب كرة، والحارس حسين المشيمي، ووزارة الداخلية الحين قاعد يشوف الفريق لانه قاعد يشوفون بدامنا لاعبين وندية ولاعبين منتخب، غيروا التشكيلة كاملة، وان شاء الله باكر تكون وايد قوية، وعندنا المباراة النهائية، باكر راح يكون في جوائز حق الجمهور اللي راح يكونوا موجودين، ومثل ما قلنا بالمرة اللي طافت راح يكون في كاش راح يكون موجودين قبل المباراة الأولى وبين الشوطين مباراة استعراضية، وعندنا بعد مباراة استعراضية، وعندنا بين الشوطين اللي هي المباراة اللي راح تكون الختامية. ما شاء الله، يعني أعزائي المشاهدين يعني بعد لا تقولوا ما في جوائز، باكر في جوائز
وبين التطبيقي وبين وزارة الداخلية. أنا واحد من الناس راح أكون سعيد جدا، لأن اللي راح أشوفهم سبق وإني لعبت وياهم، لعب ضدهم، وهذا شيء جميل عشان حتى إحنا رسالتنا راح تطلع في البطولة هذه راح تكون جميلة. أخوي جاسم شنو حاب تقول قبل لا نختم؟ وأنا أقول قواك الله، والفكرة هذه الجديدة اللي سويتوها بين التطبيقي وبين الداخلية والله فكرة جميلة وحلوة، لاعبين قدامة سواء كانوا بالسلك العسكري أو بالتطبيقي، يعني كانوا بالأندية وكانوا موجودين، لكن أنا والله شهادتي فيك مجروحة يا أخوي جاسم. حبيبي العود، وما قصرتوا، والحمد لله الفكرة هذه اللي فكرنا فيها وقدرنا نحاول كثر ما نقدر أن نطبقها على الواقع، والناس شافوا هالفكرة هذه اللي موجودة ويبونها تستمر، إنه خلاص قالوا لي تنسى الترابية وتنسى الثيل، خلك على الصالات وبرمضان، وإن شاء الله من الأيام الجاية راح نزيد عدد الفرق، وراح نبدي إن شاء الله إن شاء الله من السنة الجاية إن شاء الله، هذا وعد، الفرق راح يكونون 32 فريق، ونحاول كثر ما نقدر ندخل كل الجهات الحكومية اللي موجودة عندنا. سمعت أخونا جاسم محمد العصور شو يقول؟ السنة الجاية 32 فريق وراح تكون على الصالة المغلقة، يعني ما في ملاعب ترابية ولا في ثيل، في الصالة المغلقة هذه راح تكون حليفا لدورات الروضان، الحساوي، الراشد وغيرها من البطولات اللي كانت بالسابق. الله يقويهم ويعطيهم العافية، وأنا أشكر أخوي جاسم محمد العصفور وأقول له قواك الله، وبالغد راح أشوفه إن شاء الله بالنهائي، والله يوفقهم. أعزائي المشاهدين نروح فاصل وأنا أخوي جاسم، ونرجع نكمل حديثنا مع ضيف آخر نطرنا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع ضيف جديد من بطوله المرحوم محمد العصفور. ما شاء الله البطوله هذه يا جماعه، انا كل لاعبين الصالات سواء كانوا حاليين او سابقين يعني او مدربين او اداريين، ما شاء الله هالبطوله هذه انا اعتبرها هالسنه ناجحه، والله يوفقهم يعني اليوم قبل النهائي. وشفت اخوي هني محمود تغي، يعني مدرب الحراس نادي السالميه ولاعب سابق للعبه الصالات، ما شاء الله نمسي عليه بالخير ونقول له تقبل الله طاعتك، مبارك عليك ان شاء الله. علينا وعليك اخوي مشعل، والله يعطيكم الصحه والعافيه، والله يتقبل منكم منكم ان شاء الله. كابتن محمود، يعني ما شاء الله قاعد نشوف اليوم قبل النهائي وزاره الدفاع وصلوا النهائي ضد وزاره العدل، اللي شفنا حتى وزاره العدل قدم مباراه على مستوى عالي، لكن الضربات الترجيحيه هي اللي اخذت المباراه لوزاره الدفاع. شلون شفت الاجواء الموجوده هذه قبل النهائي؟ اول شيء الله يعطيهم الصحه والعافيه اللجنه المنظمه، ويعطيكم الصحه والعافيه على التغطيه. ما شاء الله كانت مباراه ممتازه، والفريقين يضمون مجموعه ونخبه من نجوم اللعبه، من محترفين، من لاعبين وطنيين. ما شاء الله كانت مباراه جدا ممتازه، ويستاهل فريق وزاره الدفاع وصول النهائي. احنا خذيناكم من المباراه الداخليه والماليه، انا وياك كان ودنا نشوفها، بس راح ناخذ لقائنا ونروح نشوف المباراه، لكن الحين قاعد يلعبون وزاره الداخليه والماليه، لكن انت جاي اليوم كمشاهد، يعني يا يطالع اللعب، هاي شيء ذكرك البطوله هاي، شيء ذكرك كابتن محمود؟ طبعا اكيد اجواء بطولات رمضان والدورات الرمضانيه، اكيد يعني الواحد شارك فيها بالسنوات السابقه، وطبعا واكيد وده يكون بالملعب موجود مع الاخوان اللاعبين اكيد البطولات هذه. ما شاء الله، تدري اخونا جاسم محمد العصور قال السنه الجايه راح يكون فيها 32 فريق وراح نعتمدها لعبه صالات. والله يعطيهم العافيه لجنه المنظمه، كافي مجهوداتهم، واكيد طبعا هالدورات تساهم في تطوير اللاعبين وتطوير المستوى وايضا في انتشار اللعبه محليا. احنا راح نروح حق الحلو وياك، شو اسمك؟ حمود.
شو تشجع اي نادي؟ السالمية. السالمية لان ابوك سلماوي؟ ايه. شلون جاي الصالة؟ ايه ايه. من تشجع هني؟ وزارة الداخلية. ايه مع وزارة الداخلية، يعني حتى ولدنا مع وزارة الداخلية. حاب تقول شيء قبل لا نختم؟ الله يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين، والله يعود علينا وعليكم ان شاء الله يا رب. اعزائي المشاهدين نروح هالفاصل هذا مع ضيف اخر ونرجع لكم. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع ضيف جديد من بطولة المرحوم محمد العصفور، وشفنا قبل شوي مباراة الأولى، الدفاع وصل للنهائي، ومعنا مدرب وزارة الداخلية كابتن عبد الله شيخان، مساك الله بالخير، واليوم الخامس من رمضان، تقبل الله طاعتك. لو منك صالح الأعمال، يا أهلا وسهلا. ما شاء الله وزارة الدفاع ووزارة العدل وصلت لضربات الترجيحية، وحالة في الحظ أن وزارة الدفاع توصل للنهائي. بعد شوي راح تكون مباراة وزارة الداخلية مع وزارة المالية. شلون استعديتوا كابتن عبد الله؟ هل في إصابات، في غيابات؟ والله لا، الحمد لله اليوم الفريق كامل. هذه ترى أهم مباراة بالبطولة كلها. صحيح. يا أما توصل يا أما كأنك ما سويت شيء. فإن شاء الله الله يوفقنا بالمباراة هذه ونواجه الدفاع بالنهائي. يعني البطولة المرحوم محمد العصفور قاعد أشوفها كل مالها وقاعد تصير للأحلى. مدام وصلت وزارة الدفاع، الحين وزارة الداخلية ووزارة المالية، يعني تعودنا أن وزارة الداخلية هي أكثر وزارة حتى بالدوري الوزارات أن توصل المراتب اللي قبل النهائي والنهائي. طبعاً الحمد لله إحنا كفريق يعني مستعدين، ولاعبينا جاهزين، محترفينا جاهزين، وفريق المالية كذلك يعني فريق قوي لا يستهان فيه. أتوقع راح نشوف الحين مباراة حلوة، وعسى الله يوفقنا يا رب. أنت أعطيتني تصريح بالبداية البطولة، قلت لي أنا راح أوصل للنهائي وراح أخذ البطولة. على الوعد؟ بإذن الله، على الوعد باقون بإذن الله. الوعد بعد المباراة. بعد المباراة. إن شاء الله. موفقين كابتن عبد الله، الله يوفقكم. أعزائي المشاهدين، أنا والكابتن عبد الله شيخان مدرب وزارة الدفاع، نروح هذا الفاصل ونرجع مع ضيف جديد وكلام آخر. بعد العبود قال راح ناخذ البطولة، ناخذها. نروح الفاصل ونرجع. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع ضيف جديد من بطوله المرحوم محمد العصفور، لكن ضيفنا اليوم غير يا جماعه. والله انا استمتع بهالبطوله، استمتعت يعني من بدايه البطوله لليوم قبل النهائي، يعني قبل الختام، يعني قاعد اشوف ربعي اللي من زمان ما شايفهم. اسمحوا لي اني اقول ربعي، يعني مساعد العنزي، واللي ما يعرف مساعد العنزي واللي ما لعب ويا مساعد العنزي من اللاعبين اللي صولات وجولات بلعبه ملاعب الترابيه، بالصالات، بالثيل، وإنسان خلوق للأمانة. يعني أنا شهادتي فيه مجروحة، والحين هو مدير فني لقطاع الناشئين بنادي النصر. مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر وتقبل الله طاعتك. أول شيء مساك الله بالخير ومشكور على المقدمة الطيبة، يمكن اللي يمكن أنا ما استحقها، أعطيتني أكثر من الله يسلمك. وتشرفنا ولعبنا معاك ومع الإخوان الطيبين. مبارك عليكم الشهر. مثل ما انتم شايفين اليوم موجودين في قبل نهائي بطولة المرحوم لواء متقاعد محمد العصفور، البطولة الرابعة. مثل ما شايفين مباريات ندية، مباريات حلوة. انتهت المباراة الأولى، فوز فريق وزارة الدفاع على فريق وزارة العدل في ركلات ترجيح، والآن مباراة صراحة يعني أنا أقول نهائي مبكر ما بين وزارة الداخلية وكذلك وزارة المالية. مشكورين اللجنة المنظمة على التنظيم الرائع، مشكور يا اخوي جاسم، اخوي جراح العنزي، اخوي محمود البلوشي، جميع اعضاء اللجنه يعني بالاستثناء مو مقصرين. كذلك مشكورين انتم كقناه ثالثه على تغطيتكم اللي يعني هالبطولات الطيبه في الاجواء الرمضانيه الحلوه، يعني شيء صراحه يعني يثلج الصدر للامانه. ما ودك تلعب؟ والله ودنا، بس مو بالكيف، ودنا ما نقدر نجاري ما شاء الله عليهم، ما نقدر نجاري. يعني بطولة محمد العصفور ذكرتك بشنو كابتن ابو مشاري؟ والله شوف، ذكرنا بايام الدورات الرمضانية، سواء الروضان، سواء الحساوي، يعني البطولات الحلوة الطيبة، يعني صراحة يعني ذكرتنا الماضي الجميل صراحة.
اي والله اي والله. تدري ان اخونا جاسم محمد العصفور السنه الجايه راح يخليها دوره صالات و32 فريق، منها وزارات، شركات، هيئات وبنوك. اي جزاه الله خير. يعني شوف الامانه اخوي جاسم واخوي اخواني اعضاء اللجنه المنظمه كل سنه قاعد يطلعون فكره تغيير وتجديد، يعني هذا الشيء حلو يثري صراحه، يثري البطوله للامانه. اي والله. الدفاع وصل النهائي، توقعاتك من يوصل النهائي؟ والله شوف انا اول شيء ابارك فريق وزاره الدفاع اخوي، ابارك اخوي مبارك حسيني للامانه، الظروف اللي مر فيها الفريق وشلون صعد مبارك، يعني اليوم لاعبين باربعه والخامس، عنده محترف متعور، عنده واحد اصابه وعنده حاله وفاه، للامانه انجاز للدفاع، الحاله اللي وصل فيها انجاز، وعسى الله يوفق جميع الفرق ان شاء الله. توقعاتك الداخليه والماليه؟ داخلية. المشاهدين احنا بنروح الفاصل بس بنشوف الحلوة هذه، شو اسمك؟ نورة. نورة الله يخليك يا نورة ويحفظك حق ابوك. نروح الفاصل مع اخوي ابو مشاري ومع ضيف جديد ونرجع لكم. الله يسلمكم. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع ضيف جديد من بطوله المرحوم محمد العصفور، لكن صراحه انا واحد من الناس لي الشرف اني اكون مع الضيف اللي موجود وياي، واسمه اسم غالي علينا كلنا احنا ككويتيين، واسم نفتخر فيه وين ما كان، من آل الصباح الشيخ نواف الاحمد النواف الصباح، مدير لعبه الداخليه للصالات. احنا نقول وزاره الداخليه، لما نقول وزاره الداخليه تعودنا ان نشوف اللي يمسكونها بعض الاشخاص المعروفين، لكن سعاده الشيخ نواف الاحمد النواف الصباح ماسك لعبه الصالات، انا واحد من الناس كان زين كنت العب وياه واكون واحد من هاللاعبين بهالفريق هذا. مساك الله بالخير شيخ، تقبل الله طاعتك، مبارك عليك الشهر. مساك الله بالنور، مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر، ونتشرف حقيقة أن نكون وياكم اليوم في بطولة العصفور الرابعة الرمضانية، واللي نتمنى أن نحقق فيها إن شاء الله إنجاز وناخذ إن شاء الله البطولة، بالذات أن اليوم إحنا في قبل النهائي، والله يوفق الجميع إن شاء الله. يعني أنا من تهز الفرصة، شنو تعني لك بطولة محمد العصفور؟ كانت ملاعب ترابية وبعدين صارت ثيل، لكن الحين اللي قاعد أسمع الآراء الموجودين يتمنونها تظل بالصالات. اي نعم، طبعا مثل ما انت عارف اخوي بالسابق كانوا اغلب اللاعبين على الملاعب الترابيه الخارجيه او الثيل الصناعي، ولكن من بعدها تطورت اللعبه ونقدر نقول شويه تغيرت اللعبه من الملاعب الخارجيه الى ملاعب الصالات، وهذا اللي كان لها اتوقع يعني اقبال اكثر. في اكثر من دوره، على سبيل المثال دوره الرضان، الحساوي، نعم هذه الدورات اللي جذبت يمكن اغلب الكويتيين والشباب الكويتي الى الملاعب الداخليه او ملاعب الصالات. بس الحلو بطوله محمد العصفور انه صار فيها وزارات، شركات، هيئات وبنوك شيخ. اي نعم، اكثر من تقريبا 16 فريق اذا ماني غلطان ما بين هيئات ووزارات ومؤسسات حكوميه مشاركه. بالعكس يعني كمشاركتنا الاولى هذه السنه معاهم شفنا في مستوى، في اكثر من فريق الامانه جيد، في لاعبين محترفين على مستوى عالي، كذلك لاعبين الكويتيين. انا جاسم محمد العصفور قبل شوي خذيت وياه لقاء، قال الموسم الجاي خلاص راح اثبت ان تكون البطوله فيها بالصالات راح تكون موجوده وراح اخليها 32 فريق. والله بالعكس يعني انا رايي الشخص المتواضع اشد على ايده، واتمنى انها تكون داخل الصالات، بالذات مثل ما انت عارف الاجواء الرمضانيه شويه الجو بالخارج يكون صعب ان الواحد يقدر يلعب، داخل الصالات شويه اسهل الموضوع يكون. بالعكس نتمنى له التوفيق ان شاء الله. يا شيخ اليوم انت قبل النهائي وتلعب ويا وزاره الماليه، الحين قاعد يلعبون الدفاع والعدل، جاهزيه الفريق اليوم جاهز، وزاره الداخليه جاهزه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل همة اللاعبين احنا جاهزين في اي بطولة او مشاركة نشارك فيها، دائما جاهزين كل مباراة ندخلها على انها مباراة نهائية، والشباب فيهم الحماس الزايد، فاي مباراة يدشونها يبون ياخذونها من البداية ينهون المباراة كلها. فالامانة فريق وزارة المالية فريق جدا محترم، في اكثر من لاعب جيد، في محترفين على مستوى عالي،
باريناهم في دوري الوزارات والحمد لله قدرنا نفوز عليهم، فان شاء الله نعيد الكره على قولتهم نفوز عليهم ان شاء الله اليوم. بس شيخ انا اشوفك وايد، اشوفك لما تكون موجود بالمباراه اشوفك وايد حتى انت مدقق على اللاعبين على المحترفين، يعني ما شاء الله يعني انت حاب اللعبه، اشوفك حابها وايد لعبه الصالات. لعبه الصالات طبعا هذه يعني ما اتوقع في احد ما مارس لعبه كره قدم الصالات. واذا بتكلم عن نفسي انا لعبت في دوره الرضان طبعا قبل لا يصير فيها محترفين. ملاحظتك هذه ان انا دقيق على اللاعبين، طبعا المدرب هو الراي الاول والاخير، ولكن في بعض الامور يمكن تجهل شوي المدرب ما يدري عنها او ما يكون شايفه في الوقت المستقطع او في بين الشوطين، نقدر ننبه المدرب على الامور هذه، والحمد لله الامور ان شاء الله ماشيه بالطريق الصحيح للنبي ان شاء الله. كلامك على ما تم شيخ، احنا تعودنا حتى رئيس الجهاز بالانديه والمدراء وحتى الاداريين حتى المدرب كانوا هم كلهم يقعدون يا بعض بين الوقت التايم او بين الشوطين ياخذون اراء بعض، خاصه لعبه الصالات عكس اللعبات الثانيه وياخذون اراء بعض، لان الصاله تحتاج اكثر من عين مو عين واحده، المدرب ما يقدر بروحه يكون دقيق بهذه الشغلات. لكن اليوم شيخ باكر النهائي واحنا كل من متوقع ان الداخليه ان شاء الله الرقم الاول بهالبطوله عطوا ان فريق الداخليه هو راح يوصل، والله يوفقكم ان شاء الله، لكن باكر في ترتيبات ثانيه في فريق التطبيقي وفي فريق وزاره الداخليه اللي هي اللعبه اللي راح تكون قبل النهائي. اول شيء اي جهاز او اي لعبه ناجحه فيها مثلث لازم يكون متكامل، جهاز اداري جهاز فني لاعبين، متى ما توفرت عندك الثلاث اضلاع هذه كانت كامله اتوقع ان الفريق راح يمشي بالطريقه الصحيح. بالنسبه لي انا تارك كل شيء اللي الجهاز الفني، مدرب مساعد مدرب هم اللي يقومون هذا دورهم. بعض الملاحظات يمكن تكون اللي غايبه عنهم ممكن ننبه عليها. بالنسبه للمباراه النهائيه طبعا هذا الكلام شوي سابق على اوانه، عندنا بعد شوي قبل النهائي الله ان شاء الله يوفقنا، وان شاء الله الشباب كالعاده يسوون اللي عليهم واكثر، والله يكتب الفي الخير ان شاء الله. احنا قبل ان نختم شيخ نقول لك مشكور على جيتك واعطيتنا من وقتك وخلينا وياك هذا اللقاء الجميل، ونتشرف فيك ونقول لك تقبل الله طاعتك، وحاب تقول كلمه اخيره قبل ان نختم. تقبل طاعتكم وكل عام وانتم بخير، تعودونا بالصحه والعافيه ان شاء الله، وبالعكس هذا شرف لي انا شخصيا اكون متواجد هنا معاكم مع اخواني اعضاء اللجنه المنظمه في دوره العصفور الرمضانيه، واتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح للجميع، وبارك الله فيكم ويعطيكم العافيه، مشكور ما قصرتم. انا والشيخ نواف الاحمد النواف الصباح راح اقول لكم راح نروح مع فاصل مع ضيف جديد، بس راح اقول لكم كلمه يا جماعه، يا حلو شيوخنا والله يديم علينا الفرحه والوناسه بدولتنا الكويت والتواضع اللي قاعد نحصله منهم، فاصل ونرجع. وصلنا معاكم لختام بطولة المرحوم محمد العصفور، لكن اليوم قبل النهائي بالغد راح يكون النهائي شيء جميل، بطولة محمد العصفور، واللي راح يحضر النهائي راح يشوف المباراة راح تكون جميلة بين الفرق اللي موجودة، الأول والثاني الصراع راح يكون على المبلغ المادي الجميل اللي قدمه بطولة محمد العصفور. نلقاكم بالغد، مع السلامة.